السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى في المقاطع المتداولة. تتواصل التظاهرات المطالبة بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري ونائبيه لليوم الخامس على التوالي، بالرغم من القمع الحكومي والاعتقالات المتواصلة للمتظاهرين، حيث أظهر مقطع مصور تداوله ناشطون قيام المتظاهر يعقوب الفتلاوي باعتراض إحدى سيارات القوات الحكومية التي كانت تطارد المتظاهرين لفسح المجال لرفاقه للهرب من بطش هذه القوات في مشهد تفاعل معه العراقيون بشكل كبير. لنشاهد. مشاهدينا الكرام، نبقى مع نفس الموضوع لكن ننتقل هذه المرة إلى مقطع آخر. احتشد عدد من متظاهري النجف قرب مجسر ثورة العشرين وسط المدينة للتأكيد على مطالبهم، وفي مقدمتها إقالة محافظ النجف لؤي الياسري ونائبيه بسبب تورطه بالفساد وضلوعه بالتستر على الجهات التي قتلت المتظاهرين في ثورة تشرين، فضلا عن الاغتيالات التي حصلت للناشطين في المدينة. لنشاهد. نطالبكم بالحضور إلى ثورة العشرين حاليا لإقالة المحافظ والسبب انتشار المخدرات والكريستال والمشاكل والدقات العشائرية بالنجف الأشرف، فنطالب بإقالة المحافظ. والآن الجماهير النجفية جاءت تتجمع تحت مجسرات ثورة العشرين. يا أهل النجف، المحافظ تعرفوه أنتوا هذا فاسد، تخبط إداري واضح، انتشار للحشيشة والمخدرات والكريستال ومخدرات. زين، مش منتظرين؟ مش منتظرين؟ يعني خليكم بصمة يا أهل النجف، وعندنا شيوخ ووجهاء وناس جاويين، عرفت؟ ليش تخلون هاي الشباب؟ إذا الشباب عندهم مطلب مو صحيح، تعالوا اقعدوا وياهم، قولوا لهم يا عمي انتوا هذا موقفكم مو صحيح، مو هيك الخطوة، هيك الخطوة تصير. أما تعوفوهم وهيجي وخلوهم قطية اليوم تأذوا وانقمعوا، هذا مو صحيح. مشاهدينا الكرام، تفاعل العراقيون في موقع تويتر مع وسم إقالة لؤي ونائبيه مطلبنا. دعونا نتابع بعضا من التغريدات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع تويتر. رغد تقول: ليش ما يتم التعامل مع المتظاهرين الولائيين مثل ما يتم التعامل مع متظاهري النجف؟ ليش النجف تقمع والولائية سادين بوابة الخضراء من شهر ومسببين ازدحامات ببغداد ويهددون باقتحام الخضراء، ومع ذلك بحجارة مش مروهم؟ تبارك تقول: الفاسد لؤي الياسري المصدور بحقه مذكرة إلقاء قبض قبل سنتين دون تحرك من قبل الجهات المعنية، يدخل اليوم إلى النجف الأشرف المخدرات لغرض بيعها. هل سيظل القضاء صامتا أمام هذه الجريمة أيضا التي تهدد صحة أبناء النجف وأمانهم؟ توريست تقول: لمجرد أنهم طلبوا محاسبة المحافظ الفاسد يحاصر شباب النجف الآن من قبل قوات الشغب قامعة لهم ولحقوقهم. تغريدة لدينا من مصطفى العراقي يقول: بعد القمع الوحشي والاعتقالات بحق متظاهري النجف، أهالي حي الأنصار يتضامنون مع المتظاهرين ويخرجون معهم ضد قوات الشغب لوضع حد ضد القمع الحكومي والاعتداءات المستمرة. هذه جزء من التغريدات. ننتقل إلى الموضوع الثاني المرتبط طبعا لا يزال بالموضوع الأول لدينا مشاهدينا الكرام. نبقى في ذات السياق لكن هذه المرة إلى حملات التضامن الشعبي في مختلف المحافظات العراقية مع ثوار النجف
في ظل القمع الحكومي الذي تعرضوا له، حيث أصدر عدد من الناشطين في بغداد بياناً أدانوا فيه الممارسات القمعية لثوار النجف وأعربوا فيه عن تضامنهم مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة. لنشاهد. دين الحراك الشعبي العراقي، عمليات القمع الواسعة التي يتعرض لها أحرار النجف الأشرف من قبل أدوات الأحزاب في السلطة وميليشياتها، ويعبر عن غضبه الشديد من الأعداد الكبيرة للجرحى والمصابين بين صفوف المواطنين العزل والمطالبين بحقوقهم المشروعة، مما يؤكد التعسف والإفراط في استخدام القوة غير المشروعة في مواجهة المحتجين السلميين الثائرين بوجه الفساد والإجرام والفشل المتراكم عبر 19 عاماً متلاحقة، إذ ندعو الحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطالب أبناء النجف الأشرف ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على المتظاهرين. مشاهدينا الكرام، نبقى مع نفس الموضوع، لكن هذه المرة ننتقل إلى محافظة البصرة، حيث أصدر عدد من متظاهري المدينة بياناً استنكروا فيه القمع الحكومي لثوار محافظة النجف، مؤكدين على مطلب إقالة محافظ البصرة أسعد العيداني إلى جانب مساندتهم لثوار النجف ومطلبهم المتعلق بإقالة المحافظ لؤي الياسري. لنشاهد. ثوار البصرة وانطلاق المساعدة البحرية في البصرة، ساعد الشهداء والمطالبين مرارا وتكرارا بإقالة محافظ البصرة أسعد العيداني، وإنما وإيمانا منهم بجسد الثورة الواحد، نعلن تضامننا مع مطالب المتظاهرين متظاهرين النجف الأشرف التي تدعو لإقالة محافظها لؤي الياسري، ونستنكر عمليات القمع والاعتقال التي تحدث هناك، وسيكون لنا موقف آخر حين استمرار عمليات القمع وتهميش المطالب وانتهاك حرية التعبير وحقوق الإنسان أينما يكون الحق، فنحن له مساندون. نعم، مع نفس الموضوع نبقى مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى محافظة عراقية أخرى من البصرة إلى واسط، حيث أصدر ثوار الكوت بيانا عبروا فيه عن مساندتهم لمطالب ثوار النجف في مشهد يعبر عن تكاتف ساحات العراق ومتظاهريها كافة مع كل مدينة ترفض الظلم والفساد. لنشاهد. نحن ثوار محافظة واسط نجين ونستنكر القمع المفرط بحق ثوار النجف الأشرف، ونحذر كل من الحكومة المركزية والمحلية من استمرار القمع بحق ثوار النجف، أما في حال استمرار القمع سيكون للأحرار موقف آخر، و13/12/2021 ثوار محافظة واسط. مشاهدينا الكرام، تفاعل العراقيون في موقع تويتر مع وسم النجف تقمع، وذلك اعتراضا على القمع الحاصل في محافظة النجف للمتظاهرين المطالبين بإقالة المحافظ لؤي الياسري ونائبيه. راغد تقول: ثوار النجف أبطال الخط الاحتجاجي يتعرضون للقمع الشديد، وللأسف هناك تكتم إعلامي ولمدة 3 أيام، فمن الواجب الوطني والإنساني أن نقف وندعم ونساند جميع الثائرين الذين خرجوا ضد السلطات الفاسدة معبرين بغضبهم لرفضها. من بغداد معكم قلبا وقالب وقالبا يا أحرار يا أبطال. زيدون يقول: الآن النجف تقمع، المتظاهرين المطالبين بإقالة لا محافظ لؤي الياسري، أنا مع كل ثائر وضع روحه على كفة لينتشل الأمة من ضياعها، أساند كل الثوار الغاضبين وأنا مطمئن من نواياهم، فالذي يقف في خط المواجهة ليصد الرصاص بقلبه لا يخون. تغريدة من علي يقول: لا أعلم لماذا هذا التعتيم الإعلامي من قبل الشباب لما يحدث لإخوتهم في النجف، هل أصبح الأمر مملاً؟ إن كنتم غير مبالين بتضحيات شباب النجف فأرجوكم أبلغوهم بذلك كي لا يناضلوا من أجل شعب لا يستحق النضال. لدينا تغريدة من هاجر تقول: ناس طالعة مظاهرات على مود قتلة مجرمين يبقون بالسلطة، ما تعرضوا لأي قمع، وهنا تشير طبعا إلى
تظاهرات الأحزاب. وتقول أيضا ناس طالعة مظاهرات ودا تتعرض لكل أنواع القمع ودمائهم دا تسيل ودا يتم اعتقالهم فقط لأن طالعين حتى تتم إقالة محافظ فاسد قاتل ما مقدم شيء لأهل مدينته، كل شيء بهذا البلد بالعكس. هذه جزء من التغريدات. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا. كشفت ميليشيا فرقة العباس عما وصفتها بمحاولة بائسة لشق صفوف عناصرها، وأضاف بيان الميليشيا أن بعض الأشخاص يحاولون التحريض على الفوضى وهم سماعون للفتنة وللباطل على حد تعبير البيان. وكان عدد من عناصر الميليشيا قد اعتصموا في مقرهم في كربلاء للمطالبة بإقالة زعيم ميليشيا فرقة العباس ميثم الزيدي، متهمين إياه بالاختلاس وسرقة أموال الميليشيا. وقال المتحدث باسم العناصر المعتصمين إن الزيدي استلم مبلغ 30 مليار دينار عراقي باعتبارها مستحقات مالية للمقاتلين، لكن هذه الأموال حولت إلى الحساب الشخصي لميثم الزيدي وللاستثمار بها تحت غطاء العتبة الحسينية. من جانبه أكد المدعو أبو علي الأشتر ضابط استخبارات فرقة العباس أن مجموعته سلمت وثائق إلى محمد رضا السيستاني نجل علي السيستاني لتكون مرجعية النجف على علم بسرقة فروقات الرواتب، مؤكدا منح 500 ألف دينار عراقي لكل مقاتل، بينما يذهب باقي المبلغ لحساب العتبة العباسية. دعونا نستمع لكلامه قبل استعراض التعليقات. وكل التفاصيل يا سيد محمد رضا، هم على فكرة كل التفاصيل يا سيد محمد رضا، وهاي كلها مسجلة وموثقة، وحاليا عندنا مستندات تثبت بسرقة أموال المجاهدين اللي هي حقوقهم ومستحقاتهم، اللي كان يستلم المجاهدين 500 ألف والعتبة تطيهم من الصناديق. جانا يقول هاي الفلوس اللي استلموها هي مو حقوقكم، هاي فلوس العتبة. أرد أشوف شون فلوس العتبة وهي من الصناديق، هي ناس جاي تدفع بالصناديق، ولأن إحنا مطلوبين للعتبة 15 أو 20 مليار، وإحنا فوق ضيمنا فوق التعب، فوق هاي الناس اللي تعبت إنه بيطلع المجاهد ما له حق. لا والله نجيب حقوقنا ونخلي حقوقكم لي. دعونا مشاهدينا الكرام نتابع تعليقات بعض العراقيين بشأن هذا الموضوع. هذا الموضوع حظي بتعليقات كثيرة لكن هذه جزء منها. محمد يقول: مجاهدين وحائرين بالرواتب والفروقات، خلي يقطعون رواتبكم ونشوف يا مجاهد يبقى. ويا ضحكة طبعا تهكمية. زين يقول: عمي نريد بس شرطة وجيش، كافي دولة بطن دولة. روان تقول: والحسين اكو مليون فضائي بالحشد، القادة مالتهم ياخذون رواتب وهمية. وتعليق من جمال يقول: لا جهاد لا قتال، الكل على الفلوس ولا ضبط، ماكو قناعة، رواتبهم ملايين ويسرقون. هذه جزء من التعليقات. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا. تظاهر عدد من طلبة السادس المطالبين بالدور الثالث في ساحة النسور على أمل استحصال الموافقة من وزارة التربية وإصدار قرار بشأن الدور الثالث في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق خلال العام الدراسي الماضي في ظل تفشي فيروس كورونا والانهيار الأمني. دعونا نشاهد جانبا من هذه الوقفة. الدور الثالث شامل مشاهدينا الكرام، تفاعل طلبة العراق في موقع تويتر مع وسم الدور الثالث للسادس الإعدادي. دعونا نتابع بعضا من التغريدات التي وردت بشأن هذا الوسم. فاطمة تقول: نرجو منكم الإسراع بإعلان قرار الدور الثالث للسادس الإعدادي بكوننا مرحلة مصيرية وضيق الوقت علينا، وبعض الطلبة مؤجلين مواد وليس رسبوا، وذلك من أجل رفع المعدل. طيب،
حيدر يقول: نطالب بإصدار قرار الدور الثالث للامتحانات الوزارية أسوة بالسنوات السابقة ومراعاة لظروف طلبة السادس الإعدادي في العام الدراسي السابق. أنصفوا الطلبة بالإسراع بإصدار القرار. طيب، تغريدة لدينا من محمد يقول: تذكروا جيدا أن ثورة تشرين العظيمة انطلقت بشرارة طلابية رافضة للظلم، والطلبة هم الشريحة الواعية في المجتمع، ومن هنا نحذر وزارة التربية بعدم تجاهلهم لمطالبنا، وإلا سوف تكون ثورة طلابية عارمة. احذروا المد الطلابي. مصطفى يقول: شريحة الطلاب مظلومة، والبعض كان مأجل لأجل درجة أعلى أو ربما ظروف لم تسمح له. هذه جزء من التغريدات مشاهدينا الكرام، نراكم بعد قليل مع فقرة إنفوغرافيك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على ظاهرة الانتحار في العراق وارتفاع معدلاتها في السنوات الأخيرة في مؤشر خطير على الحال الذي وصل إليه العراق بعد نحو عقدين من الاحتلال الأمريكي. دعونا نشاهد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام مع فقرة صندوق الوارد. لدينا هذه الرسالة، دعونا نقرأها لحضراتكم. نحن شريحة الخريجين التربويين في بغداد، نطالب بالقصاص ومحاسبة قتلة التربوي عباس حميد الموسوي الذي استشهد خلال المطالبة بأبسط حقوقه في الديوانية، فضلا عن مناشدتنا لمجلس محافظة بغداد لمخاطبة رئاسة الوزراء ومديريات التربية وإبلاغهم بالتعاقد معنا بسبب النقص الحاصل في العديد من المدارس وافتقارها للكوادر التدريسية. وفقكم الله للمطالبة بالحقوق. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة التابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. أهلا بكم مع الهاشتاج. أطلق طلبة العراق حملة على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بترميم مدارسهم وتحسين واقعهم الدراسي في ظل انهيار الواقع التعليمي والمدارس غير الصالحة للتعليم في ظل الإهمال الحكومي الواضح لهذا القطاع المهم. هناك تغريدات جاءت مع أو بخصوص وسم ترميم المدارس العراقية، نستعرض بعضا من هذه التغريدات. زهراء تقول: من حقي وحق أي طالب عراقي نداوم بمدرسة بيها حظ. أسيل تقول: شنو المشكلة لو خلونا في بيئة نظيفة وبيها كتب ورحلات؟
هسه لو نقول دولة فقيرة يمكن نمشيها، بس هذا العراق أبو النفط، استحوا على نفسكم، الله ياخذ الوزارة. موزان تقول: درست 12 سنة بالمدارس الحكومية، كانت أعداد الطلبة خيالية، يعني صرت صف رابع إعدادي كان أكو 60 طالبة بالصف غير عن المدرسين وتسلطهم، وأغلب المدرسين الكبار بالسن يغيبون هواية بسبب الأمراض والمناهج صعبة والصيف الجو حار وماكو كهرباء ولا حتى تبريد ماكو. مارلين تقول: الوضع ما ينسكت عنا بالمدارس العراقية، بدل ما تغيرون المناهج كل سنة وتصرفون ملايين، وفروا هاي الملايين ورمموا المدارس التعبانة. هذا ملخص أو مختصر جدا لمطالبات العراقيين بخصوص ترميم المدارس وإنشاء مدارس كثيرة، والعراق بحاجة إلى عدد كبير جدا من المدارس بسبب وجود آلاف المدارس الطينية والكرفانية وغيرها من هذه المدارس الغير صالحة للاستخدام. نراكم بعد قليل مشاهدينا الكرام. الآن مع القصص المنوعة، دعونا نتابع الآن في المقطع الآتي من غزة فلسطين المحتلة أول روبوت في إحدى المدارس لمساعدة الطلبة وتحفيزهم على الإبداع، لنشاهد. أنا المستر روبوت، كيف حالك؟ جرى طرح الفكرة وإدخال الروبوت لأول مرة على أحد الصفوف، تفاعل الطلاب معها بشكل غريب جدا، كان بمثابة تحقيق حلم بالنسبة لهم. دخل مستر روبوت عليهم في الصف، بدأ يتفاعل معهم، مش مجرد حركة، لا صار يتفاعل معهم في الحصة، يحكي معهم وكأنه صديقهم. عشان الروبوت بيساعدنا انه نحفظ كل اللي بنحبه. جاءت فكرة إدخال مستر روبوت داخل المنظومة التعليمية لتعزيز مبدأ الابتكار ومواكبة التطور في كافة المجالات داخل المنظومة التعليمية. أبرز التحديات التي واجهتنا خلال تصميم وصناعة الروبوت كانت متمثلة في شح الأدوات والمعدات والقطع الإلكترونية المتوفرة في قطاع غزة. أخبروني ماذا تعلمنا في الحصة الماضية؟ بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.